السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا في الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ اش اخباركم؟ توحشناكم، توحشونا. تنتمنى اللي شاف هذا الفيديو كان غير هكا غيديز، وكندخل نشوف ماما رشيده واختي نوره. فين هي؟ فين هي نوره؟ نوره اجي حبيبه، لا بدنا خصها تكون معايا. ايوا، واللي كان هكا غي دايز، تنتمنى منك وتنترجاك، يعني تنترجى الله هو الاول، تنقول ليك حبيبه لا ماشي غير دوزي فحال هكا، لا بقاي ديري معنا البصمه ديالك، ديري هكا اشتراك عند نوره باش يوصلك كل جديد، وديري حبيبه لايك 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 لي، تنحماق عليها منكم وتنحماق على الكومنتات الزوينين. ومنطولش عليكم، دول الفيديو ديالنا ان شاء الله كيف قلت لكم الصلاه على النبي، واش قلتوا ولا باقي ما قلتهاش الله اعلم. المهم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم عندي لكم واحد الوصفه غزاله زوينه زوينه مجربه ديال سنين سنين سنين، كنتي عارفاها راها غزاله، غتقولي لي ايها ماما رشيده راها غزاله، كنتي باقا ما عارفاهاش غادي تشكريني عليها وغتقولي لي واو فعلا شي حاجه اللي طوب زوينه بزاف بزاف بزاف. الوصفه ديال اليوم ما تحسش شي حاجه اللي كثيره، يعني تقريبا داكشي تيكون كلشي عندنا هكا في الدار. عندنا المكونات ديالها نتوما كيف تشوفوا، كاين مكون رئيسي الرئيسي الرئيسي هو هذا غزال، هذا الله ريحته فنه، هذا المسك هانتوما. المسك تقريبا تيكون عند اي دار مغربيه، وحتى لما قيتوش تاخذوه. احنا عندنا كاين المسك اللي زوين حقيقي، كاين في هذا في دب سلطان، في دب سلطان يعني كاين في بلاصه فين كانت جميعه وداك الشيء. المهم راه كاين تماك في واحد المحلات، غنشاركهم معكم، غنمشيو غنشاركهم معكم، عندهم هادشي اي حاجه حقيقيه وزوينه تتكون عندهم، من ديك الريحه ديال المسك الروايح هادشي ديال العبايات وداكشي، المهم غنشاركهم معكم ان شاء الله. عندهم المسك هانتوما، هذا انا جايبه جميله اختي من هاد الفيديو، تنقول ليها توحشناك بزاف بزاف انتي وحفيظه اختي، الله يعمر بي ان شاء الله يجيبكم بخير وعلى خير. تحيه للناس ديال السعوديه، وتحية ديال الجالية المغربية في ما كانت في أي بلاد في العالم، تحية لكم كبيرة بزاف بزاف. تتشرفوني بكومنتيرات الزوينين ديالكم من أي بلاد، من الجزائر، تونس، مصر، ليبيا، السعودية، الإمارات، قطر، أي واحد من أي بلاد، السويد، طاليان، أي بلاد أي بلاد في العالم، تحية كبيرة لكم من هذا الفيديو. تنحمق عليكم وتنموت عليكم، وتنحمق من تتقول يا ماما، تقول لي نوره ماما راه الناس من على برا تيهضروا معانا وتيديروا كومونتيرات زوينين، موح عليكم تنحماق عليكم. المهم هذا المسك هانتوما، المسك، وتنحتاجو نيفيا، ها هي نيفيا. واحد السيده كانت قالت لها نيفيا تتزرق، لا حبيبه نيفيا تربوا بها اجيال واجيال واجيال، كانت ديرها امي الله يرحمها، كان وجهها ما شاء الله عليه هكا بحال القمر الله يرحمها، فهاد النهار كانت تدير غير نيفيا بوحدها، وكان وجهها ما تتبيه وهي وجهها بحال القمر الله يرحمها فهاد النهار. هانتوما، والشبه، الشبه راه معروفه، غادي تلقاوها عند العطار، غتاخذوها على هاد الشكل. صحوا لي كيف شفتوا التليفون طاح. عندنا الشبه هانتوما كيف تشوفوا، تاخذوها هكا مطحونه، ها هي شبه مطحونه، تتمشي عند العطار تتقولي لي عطيني الشبه مطحونه تيعطيها لك. صافي، هادو هما المكونات اللي عندنا. ما نقولش لكم هاد الوصفه زوينه بزاف بزاف، هاد الوصفه علاش غادي نحتاجوها؟ غادي نحتاجوها العرق اللي تيكون هنايا، هنايا طوابق حشاكم اللي تتكون هكا، اللي تدير كل واحد اش يدير، كاين اللي تيدير داك دوف تيكون عشنايا، كاين اللي تيدير هكا ديودورون، كاين اللي تيدير بيلي، كاين اللي تيدير كينطا، كاين اللي تيدير هذا بيبي سيت، يعني كل واحد اجا نور حدايا، يعني كل واحد اش يدير. هادي من اليوم مني غادي تصوبيها غادي تنسي اي حاجه، اولا تتخلي واحد الريحه غزاله، تتخرج منك واحد الريحه خطيره فن 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 بزاف بزاف.
ثاني حاجه يعني ما تتسدش هذوك المسام اللي خصنا حنا نخليهم حلولين، مثلا ما تديري داك الضوف، تديري داك الريحه ديزورون تترشيها، تديري داك كانطا، تديري داكشي تيسدوا لينا المسام. هذه لا، هذه تديرها وهي تتخرج داك العريق فحال النضه، فحال مويها، فحال مويها هابطه، يعني حتى داك العرق ولا العرق ديالنا حنا تيخرج خارج، ماشي تيتزمط، ماشي تنسدوه، لا تيخرج، وتيخرج بواحد الطريقه زوينه، بواحد الطريقه اللي ريحه فنه وغزاله، مع ريحه نيفيا، مع ريحه هذا المسك، مع هاد الشبه ما نقولش لكم، خطيره بزاف بزاف. وها هي. سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مع هذه الوصفه اللي صراحه واعره غزاله بزاف بزاف، انا متاكده غادا تعجبكم، غير جربوها. زوين زوين الصراحه. على حساب ماماكم رشيدة، هذه مجربه من زمان من زمان من زمان، تتخلي واحد الريحه، ماشي مثلا هوك الريحه فنه خارجه، وفي نفس الوقت المسام محلولين، ما نخافوش، حيت الله يستر الله يستر، كاين هاد الامراض بزاف، بنادم تيمرض وداك الشيء تيوك حكا، تتسدو داك الريحه ديال العرق، ما خصهاش تسد، خصها تخرج. وكاين اللي تنسدو الله يستر هادشي ديال السرطان ديال الثدي والسرطان ديال الطوابق وداك الشيء، الله يحفظ يا ربي، تستنوا تسركم يا سيدي ربي. هادي ما تخافوا منها حتى شي حاجه، هادي على حسابي مجربه مضمونه ديال السنين اللي جلس حداك. يا سلام الريحه رائعه، غديرها كلها كل تدويشه في ما تدوشي ناخذها ونديرها. طريقه الاستعمال سهله بزاف بزاف، اسهل ما يكون. غناخذ واحد الحكاكه هكا صغيره، غناخذوها، ناخذ واحد جبيبينيه وصافي، وغادي ناخذ نتا هكا تنحك، هانتوما كيف تشوفوا انا نحك بعدا هنا عاد تفرجوا هكا بسرعهكم. حتى هادي تسهل، ضرني واحد الصبع ما تشكيت عليكم، واحد الفضاجني ساهل باش يتحكم. ساهل، انا بغيت نحكو باش يعطينا نتيجه زوينه، هانتوما بحال هكا غادي نبقاو تنحكو نحكو نحكو صافي بهالطريقه. صافي انا غنوريكم غير القياس، غنسالو غنكملو حيت انا محتاجاها بقات عندي. ناخذو هادي، ناخذو واحد العويشق ديال الشبه، هانتوما القياس اللي بغيتو، عندكم هذا كثير ديرو حيت هي تتبقى حتى مده طويله، مع عدا ما تدير. ها هي غناخذو الشبه وناخذو هذا الشيء اللي انا حكيت، هانتوما ها هو يا كيف تشوفوا. دابا ولا عندنا الخليط ديال الشبه مع هذا، مع المسك، مع هذا الحكيك ديال نيفيا، هانتوما نيفيا شي حاجه زوينه مرطبه، وفي نفس الوقت تعطينا واحد الريحه غزاله بزاف بزاف، هانتوما نيفيا زوينه الصراحه واعره. شتي غادي ناخذ حتى هويا، غادي نخلط اولا تقدري تخلطيه في هذاك الحكيك وتخليها لا من بعد غادي نرجع انا الحكيك، هاي في اللي خصني نخوي، هانتوما ساهل الخليط ديالو هاو. شوف هانتوما دابا هذا انا غادا نخلطو كله، غادي هكا نتخلط حتى يتجانس ليا كله 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 يتجانس، هذاك نيفي يدخل ليا في هذيك الشبه، وهذيك الشبه تدخل ليا في هذاك المسك، تتيعطيني واحد الخليط اللي رائع وزوين زوين زوين. وصافي ملي هكا غادي تدوشو بطبيعة الحال تديرو على النقا، بطبيعة الحال غديرو على النقا، تعومو تنشفي هذيك البلاصه. ونوصيكم وصيه الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، وصيه ديال يعني بحال ماماكم بحال اختكم بحال داكشي، عمرك ما ديري شي حاجه وانت يلاك عمتي. مثلا عمتي جيتي مسحتي ديري ديودورون، ديري ديك دوف، ديري كذا ديري كذا، لا على الاقل ارتاحي ليك واحد شويه وبردي، اي حاجه ما تداش وانت سخونه، راه هذاك هو سبب الله يستر الله يستر الله يستر مرض ديال السرطان. الله يستر، انا ماشي طبيبه، ما انا يا عليمه، ما انا خبيره، ما انا والو، ولكن مع السنين تجربه السنين وتنشوف الناس اللي الله يستر جاهم هذاك المرض، تتقول لك همناش وهمناش تقريبا، وداك الشيء ديال الله، ولكن تيكونوا الاسباب. مني تعومي خليك تبردي واحد شويه، هذه بالنسبه حتى للولاد، هذه هاد الوصفه حتى للولاد، تصوبها لك ماماك، تصوبها لك اختك، تصوبها لك الزوجه ديالك، تصوبها لي مني هكا دوش ديرها،
تتعطي واحد الريحه زوينه بزاف بزاف. هذا هو الخليط يكون بحال هكا هانتوما ها كيولي بحال واحد الكريم واعر. شمي حبيبه انت راكي عارفه زوينه كتولي بحال واحد الكريم لان داك المسك كيعطي واحد الريحه زوينه معينه بحال هكا بحال الزبده تيعوم بحال الزبده. دوشي وسالي قلتي لك واحد الفتره ديال 5 دقائق بما هكا لبستي حويجاتك بما نشفتي شعرك بما قديتي حالتك عاد باش ناخذ هكا طابق ونطليه نطلي صافي بحال هكا هانتوما ها هي نطلي 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 هانتوما بحال هكا صافي. ما نقولش لك واحد الريحه غادي تنسيك اي حاجه كنتي تديريها الطوابق ديالك او الابط. الناس اللي على برا اللي ما تيفهموناش يعني الابط الابط تديري لي هذا ما نقولش لكم ريحه واعره عرفتي نيفيا خطيره المسك خطير الشبه ما نقولش لكم. واصلا تيرجع اللحم هكا تيدير تيتنقى داك اللحم مع اننا تنعومو تنطلعو هذا الشيء تيتنقى لينا اللحم وتتخرج الريحه غزاله فن 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 فحالكم. وصافي كانت هذه هي وصفتنا ديال اليوم ما نقولش لكم وصفه غزاله 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 غادي تهنيك من واحد الريحه اللي تتكون شويه شويه تتكون الصراحه انسان تيجلس واحد حدا واحد تتبغي تشم منه ريحه زوينه. راه قال لك النظافه من الايمان انسان تيتنظف وتيدير حتى الوسائل تيتنقى منهم منهم هذه ها نتوما صافي تتبقى لينا على هذا الشكل. الا دزتي من حدا شي واحد تيشم فيك هاد الريحة الزوينة الغزالة اللي عطاتكم ماماكم رشيدة وختكم نورة. أنا هادي راه تقريبا تنديرها الصراحة تندير بعد مرات بيبيسات تاهي غنشاركها معاكم تاهي زوينة تدير نورة ديك دوب وتنديرو حتى هادي مجربة عن سنين. بالعكس إلا ما فاتكش ما غاداش ضرك المسك تتقولك ما تبقايش تعاود الهضرة إلا نعاود الهضرة علاش حيت شي حاجة فيها الفائدة. المسك غتاخديه تقريبا تيكون تالعاد العطارة العطار دوك تيكونوا كبار وداك الشيء راه تقول معطيني المسك يكون الحر راه تيعطيه ليك. المهم اذن هذا من السعوديه تجيبوا لنا جميله خصي طروفه تجيب لنا مسكينه الله يرضي عليها الله يعطيها الصحه حتى تجيب لنا هذه الطروفه كل وحده فاخواتاتي دوك الشيء تجيب لنا طروفه كبار ها هويا. وانتوما غتاخذوه مع العطار صيفطوا لي هذا في كانت جميعه قصر يد السلطان داك القديمه وداك الشيء غتلقاه. وصافي وهذه هي وصفتنا ديال اليوم حيت تنبغيكم بزاف بزاف وتنحماق عليكم وتنشكر كل واحد دخل وكتب تعليق زوين نوره وقال لي سلمي على ماما رشيده. تنقول لكم الله يسلمكم ان شاء الله يا ربي يحفظكم من كل شر يا سيدي ربي في هذا النهار. واي واحد تمنى شي حاجه في خاطره يا ربي تنولها ليه. واللي عنده هكا الامتحانات يا ربي تفرحوا بوليداتو وبنياتو واللي باغا تولد يا ربي تحل ليها حزامها واللي باغا تزوج يا ربي تفتح لها ابواب الخير وتجيب ليها واحد الراجل اللي يكون غزال وزوين بحالها. وصافي ونقولوا لكم هكا نتلاقاو في فيديوهات جداد وانتم راكم كاملين 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 كاينين هنا موح عليكم وتحيه كبيره لكم مع هاد الرويحه الزينه اللي تنهديها كل وحده كل وحده تنهدي لها هاد الرويحه الزوينه. المسك راه طيب المسك راه طيب راه شي حاجه زوينه 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 بزاف وغتنفعكم هاد الوصفه. جربيها نوضي دابا دابا حبيبي ولا عندك المسك كان عندك شي بلاصه عندك نيفيا عندك شبه ما كاينش غدا ان شاء الله فيقي وصيفط عليه وصوبي ما تخسر والو تصوبها في دقيقه دخلي الدوشي وطليها. امي زيدي غادا تقولي الله سيري يا ماما رشيده الله يحفظك الله سيري يا خالتي رشيده الله يعمر ربي ان شاء الله يعطيك صحيحتك دعوا معايا بالصحه الله يجازيكم بالخير كلكم كاملين. يلا السلام عليكم طولت عليكم موح عليكم. المهم غزالات كما قالت لكم ماما ما تنساوش تجربوا هذه الوصفه بلا ما نطول عليكم انا. دعمونا بلايكات تعليق زوين بحالكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد كيف العاده. وانا غدا نكمل دابا هذا الشيء غدا نكملو غدا نديرو في واحد الحكيه كي لالا يا لالا اللي ما عداش رجعوها لحكوك ديال نيفيا ومني غادي ان شاء الله دوش غنديرو هنا وغنديرو هنايا ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد كيف العاده. يلا باي باي عليكم.